ثم تقول أختنا: هل التفكير في هذه الأشياء يجلب للإنسان شيئا من الإثم؟ وهل يجب على الإنسان أن يبتعد عن التفكير في هذه الأشياء لأنها من علم الغيب؟ أشرنا إلى هذا سابقا. طيب، وقلنا إن الواجب على المسلم أن يؤمن بالغيب ولا يبحث عن التفاصيل، لأن البحث عن هذه الأمور يبعث على الشك ويبعث على الحيرة ولم يصل إلى نتيجة. طيب، بالتالي لم يصل إلى نتيجة لأنه لم يكلف بذلك وليس له مصلحة من وراء ذلك، وإنما الواجب أن يعمل. إذا علم أن عذاب القبر حق، ليس المطلوب منه أن يبحث عن كيفية عذاب القبر، بل المطلوب منه أن يعد العدة للقبر، أن يعد العمل الصالح وأن يتوب من السيئات ويترك الأشياء التي توجب عذاب القبر ويعمل الأعمال الصالحة التي تسبب نعيم القبر. هذا هو الواجب على المسلم. طيب، أما أن يبحث عن كيفية عذاب القبر ومن صلب ومن احترق ومن كيف يعذب، هذه من وساوس من الشيطان ولا توصله إلى نتيجة، وإنما تشغله وقد تبعثه على التشكك والحيرة. نعم.